تتوقع مين يفوز بكرة، الأهلي وسياتل؟ الأهلي وسياتل، يا الأهلي بيكسب إن شاء الله، بيكسب. نتمنى ولي باش لأن لما يكسب غادي تكون عنده حظوظ كبيرة باش يمر للدور المقبل اللي من بعد. وعنده المؤهلات والمقومات الكاملة باش يمكن يمر للدور الثالث، للدور الثالث. طيب انا هسالك سؤال وجاوبني بصراحه وبكل صراحه. نعم. ان شاء الله في حاله نعم. فوز الاهلي على سياتل، شايف ان الاهلي يقدر يعمل حاجه قدام ريال مدريد؟ مين الاهلي؟ ها؟ الاهلي غادي يقابل فريق مدريد. لا، الاهلي هيقابل ريال مدريد لما يكسب سياتل. بيفوز على ريال مدريد. بيفوز؟ فريق الاهلي بيفوز على المدريد. طيب يعني مش انا بس اللي بقوله اهو، تيمومي باشا. لا لا حاجة. شوف انا تنتكلم معاك صراحة. يعني شوف المؤهلات انا بالاضافة للجانب المعنوي. الجانب المعنوي يعني يخلي اللاعبين ديال الاهلي كيتمتعوا به. فاظن بانه هذا غيمكن يعطيهم بالاضافة للمواجهة كتكون ضد فريق كبير كحجم ديال ريال مدريد، لازم باش تكون العرض يكون في المستوى الكبير ان شاء الله ديال الفريق الاهلي. بشكرك كابتن تيمون، بالتوفيق ليك والكره المغربيه وان شاء الله. حبيبي. وبشكركم على التنظيم الرائع، شكرا كابتن تيمون النجم الكبير.